بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
صلى الله عليه وسلم مثل ذلك للصحابة، مثل ذلك للصحابة، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وقال فيما قال: وعلى جبهتي صراط صران فيما أبواب مفتحة لا يستر مرخان. ولما فسر ذلك المثل قال: أما هذه الجوانب اللي هي الجدر، يبقى هذه حدود الله تبارك وتعالى، هذه محارم الرب سبحانه وتعالى. يبقى ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جبهتي صراط صران، وعلى جبهتي صراط صران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخان. وبالتالي أما الصران فهي محارم الله، حدود. يبقى نقول على ذلك في حدود وحواجز بينك وبين الحرم. قلنا حتى في أمور الدنيا، يعني في أمور الدنيا نجد أن المؤسسات التجارية، يعني أنا ذكرنا ذلك قبل ذلك، يعني نجد المؤسسات التجارية نقول عندها يعني مبادئ، عندها قواعد أساسا، قواعد لإدارة هذه المؤسسة. نقول مثلا هذه المؤسسة بتعمل في وحدات البيع، نقول على ذلك لو كانت بتنتج منتج أو اللي هي أساسا بتستورد أشياء، نقول اللي هي متى يكون طلب الاستيراد ومتى يكون طلب الشراء. يبقى نقول أن هناك حدود، حدود يطلق عندهم عليها حد الطلب، حد الطلب. نقول مثلا أن هذه الوحدة تقول أو هذه المؤسسة تقول أن عدد الوحدات لا تقل في المخزون عن 10 وحدات، 10 وحدات نقول من سلعة ما، يبقى على ذلك نقول عدد الوحدات لا تقل عن ذلك عدد الحد الأدنى. عند ذلك لو وصل المخزون إلى ذلك الحد يبدأ الطلب، يطلبون قلنا تعويضا بقى. فنقول على ذلك عندما يطلبون عند الحد الأدنى، نقول عندما يوفى ذلك الطلب يبقى نقول على ذلك هينقص هذا الحد أو هذه الوحدات عن الحد الأدنى. وبالتالي نقول إن هم يضعوا حد آخر يقال عنه حد الأمان، يقال عنه حد الأمان. يبقى نقول والله عند لما يكون 10 وحدات يبدأ الطلب. قلت طب هو لما يجي عند 10 وحدات نطلب، يبقى عقبال ما احنا اساسا هيوفى الطلب الشراء ده هنجد ان الحد الادنى ده نزل، المنسوب نزل عن 10 وحدات، والمطلوب ان هو لا يقل عن ذلك الحد. وبالتالي يقول ايه بقى في حد الطلب، ولا لما يجي عند 14 وحده يبقى نبدا اساسا ايه نطلب. عقبال ما يوفى الطلب يكون وصلنا الى ذلك الحد الادنى حتى لا ينقص عن الحد الادنى. يبقى ده نقول كل ده ضمان حتى تسير المؤسسه ولا يحدث نوع من انواع الخلل، نوع من انواع الخلل. يبقى مش عند حد الطلب هيطلب، لا ده عنده حد اسمه حد الامان، حد الامان. وكذلك ايضا نقول انك انت لا تسير ابدا يعني الى جوار الحرام، لا تسير الى جوار الحرام، ولكن اجعل الحواجز بينك وبين ذلك الحرام حتى لا نوقعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانه من يرعى حول الحمى يوشك ان يخالطه، يوشك ان يرقع فيه، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قال: وجه التشبه حصول العقاب بعدم الاحتراز في ذلك، كما ان الراعي اذا جر راعي حول الحمى الى وقوعه استحق العقاب لذلك. يبقى الراعي لما يرعى حول الحمى قلنا لا يامن ان الغنم نقول يتفلت ثم يدخل الى حمى الملك فيقع عليه عند ذلك العقوب. فعلى ذلك اجعل بينك وبين الحرام نقول يعني سدود وحواجز منيعه حتى لا نوافع ذلك الحرام. ولذلك ذكرنا ان العلماء قالوا ان المكروه هو الباب للحرام، وجاد العلماء قالوا ان المباحات هي الباب الى الحرام ان اكثر منها الانسان، ان اكثر منها الانسان. فعلى ذلك نحترس. ولذلك قال انه من يخالط الريبة يوشك ان يكسر، اي يقع في الحرام. كذلك ايضا في روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا، لا يبقى احد الا اكل الربا، فان لم يكونوا اصابهم من بخار او من غبار. يبقى على ذلك نقول يعني ان لم تطعم الربا بصوره مباشره فحنجد ان هو ياتيك ذلك الربا بصوره غير مباشره. قلنا كنتيجه هذه المعاملات، كنتيجه هذه المعاملات ان لم يقع من الربا قلنا حيصاب بغبار الربا، بغبار الربا. قلنا زي المؤسسات تقترض كده قروض من البنوك، بتقترض قروض من البنوك، وبالتالي بدا ربا صريحه، ربا صريح.
ذلك القرض، قلنا مقابل طبعا يعني ما يسمونه بفائدة كما هو معلوم، وبالتالي نقول إن هي تأخذ ذلك القرض وتتاجر في القرض، تتاجر من خلاله. فعلى ذلك أنت تتعامل مثلا مع هذه المؤسسة، يبقى أنت تصاب بغبار الربا. يبقى أيوة من البيوع الباطلة، هذه بيوع باطلة، لكن نقول على ذلك أنت وكأنك أيضا تصاب بغبار هذه البيوع الباطلة، يبقى أثر البيوع الباطلة. يبقى حتى لو لم يتعامل الإنسان مع الربا الصريح، لكن نقول هذه مؤسسات وبالتالي تنتج تلك السلع، وأصلا هي المؤسسة لا تضر إلا عن طريق هذه القروض الربوية، وبالتالي نقول هذه سلعة بتطرح في السوق، أنت بحاجة إليها تشتري السلعة، يبقى كأن غبار الربا بيصل إلى ذلك الإنسان، يعني بالضبط كده كالطاعون، لا تصاب بالطاعون، ولكن قال العلماء أن الهواء يحمل بهذا الوباء، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الإنسان في أرض وقع فيها الطاعون لا يخرج منها فرارا منه. قال أن الهواء ذاته بيبقى ملوث، الهواء ذاته حامل لذلك الوباء، قلنا بيتأثر، يبقى نقول إن الكون بيتأثر بمعصية الإنسان، كما أن الكون أيضا بيتأثر بطاعة الإنسان، يبقى الطاعة دي لها أثر، والمعصية أيضا لها أثر، يبقى على ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الحيوانات في جحورها لا تتأثر بالمعصية، قلنا أثر المعصية هيمنع القطر من السماء، وبالتالي عند ذلك بتتأذى البهائم من منع القطر من السماء، منع بسبب ذنب ابن آدم، يبقى على ذلك نقول الكون بيتأثر بطاعة الإنسان كما أنه يتأثر أيضا بمعصية الإنسان. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتينا عن الزمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره أو من غباره كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قلنا رغم أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة، لكن كما بينا أن في هذه المعاملات الربوية نقول مؤسسة أخذت هذه القروض الربوية وبتتاجر من خلالها، يبقى نقول البضائع بتاعتها تقوم بطرحها في السوق، هي أساسا فيها ربا، أساسا نقول أن هي معاملات ربوية، لكن أنت حتى لو لم تتعامل بصورة مباشرة فعلى ذلك يصل إليك غبار الربا. ثم ذكر رواية عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر يوصي الحافل أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. الرواية دي تبين لنا هذه الشبهات وكيف يتصرف الإنسان يعني مع الشبهات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة فقالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع أو النقيع يشتري لنا شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جاري لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، يبقى صاحب الشاة اللي هو هذا الجار لم يوجد في بيتي، فأرسلت إلى امرأتي فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى، فعلى ذلك قال لأن إذن زوج ذلك الرجل يعني ليس دلالة على رضا الرجل بهذا الأمر، يبقى قال لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح، لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح، ويقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه، وعلى كل فالشبهة قوية، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أن يطعم من ذلك الطعام. على الرغم أن هي المرأة أرسلت إلى ذلك الجار لتشتري الشاة بثمنها، ولكن نقول صاحب الشاة غير موجود، فتصرفت زوجة صاحب الشاة في ذلك وأرسلت بها إلى المرأة، فعلى ذلك عد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهة. وده إيه شبهة فيها؟ لأن تصرف المرأة في مال زوجها بغير إذنه، ده تصرف المرأة
في مال زوجها بغير إذن وبغير رضا، فده كما يقول هو يقارب بيع الفضولين. بيع الفضولي ده اللي هو نقول يبقى يشتري لك، هو والله انت وضع عنده مبلغ أمانة أو مبلغ قلنا يوصله إلى مكان ما أو يأتي به إليك من مكان ما، وبالتالي نقول إنه وجد سلعة ظن كده لما هيشتريها انت هيربحك في تلك السلعة، يبقى ده بيع فضولي. نقول هو أساسا لم يؤذن له بهذا الأمر، لم يؤذن له بهذا الأمر. بيع الفضولي ده يا ترى صحيح أو غير صحيح؟ يعني دي مسألة هننظر فيها بعد ذلك. وبين قولين العلماء، البعض قال صحيح موقوف على إذن صاحب المال، والبعض قال لا ينعقد ابتداء، لا ينعقد، لأن هذا تصرف غير مأذون فيه، تصرف غير مأذون فيه. ونقول والله لقيت السلعة دي يعني لقيتها كويسة، ولقيت إن إحنا ممكن نربح فيها، يعني من أذن لك في ذلك؟ الإذن أساسا إنك أنت تأتي بهذا المال من مكان كذا، لكن هو ده كان تصرف نقول بلا إذن، فهل يا ترى ينعقد بيع الفضول ولا لا؟ فعلى ذلك يبقى قول حيقول إن هو لا ينعقد ابتداء، لأن ده تصرف غير مأذون فيه. والبعض قال إن هو أساسا ينعقد صحيحا، ولكن تصحيحه موقوف على إذن صاحب المال، على إذن صاحب المال، إن أذن في ذلك يبقى هيصحح إيه العقد، كأن عقد إيه صحيح موقوف، نقول عنه كده عقد صحيح موقوف على إذن المالك، على إذن صاحب المال. والبعض قال إن هو لم ينعقد ابتداء، لأن ده باشر عقد غير مأذون له أن يباشر ذلك العقد. فعلى ذلك نقول الزوجة تصرفت في مال زوجها بغير إذن وبغير رضا، ورضاه هو المعتبر في ذلك، قلنا أنه ده هو المالك، هو المالك. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أن يطعم من ذلك اللحم، وقال أطعميه الكسارى. ثم ذكر باب آخر، وباب في آكل الربا ومكله، في آكل الربا ومكله. قال في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وشاهده وكاتبه. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وشاهده وكاتبه. يبقى نقول اللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعنة تكون الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعنة لا تكون إلا على كبيرة من الكبائر، لا تكون إلا على كبيرة من الكبائر. قال لعن، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. يبقى حتى اللي بيقوم بكتابة الربا يبقى ده ملعون، نقول حتى اللي بيقوم بالشهادة على ذلك العقد هذا ملعون. ولذلك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، قال من أخذ الربا؟ قال إنما خص بالأكل أنه أعظم أنواع الانتفاع. يقول لك والله أنا أساسا حياخد القرض ده حيبني بيه، مش حياكل بيه. بعض يظن كده أن المسألة أن هو الربا محرم لو أتى بالقرض حتى يطعم بيه، لكن هو أساسا مش هيستعمله في الطعام ولا الشراب ولا استياب، لكن ده هيستعمله في البناء، هيستعمله في السيارة، هيستعمله مثلا في أي يعني شيء من هذه الانتفاعات غير انتفاعات الطعام والشراب والملبس، ظنا منه أن يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا اللي هو هيأكل به أو يشرب به أو يلبس به. نقول لا، مجرد أنه أخذ هذا القرض، القرض الربوي بغض النظر عن استعمال، لكن ده خرج مخرج غالب الاستعمال. غالب الاستعمال إيه؟ هو الأكل. فلذلك آكل الربا مش المقصود آكل الربا أنه هيطعم به، ولكن أي نوع من أنواع الاستعمالات، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع. يبقى آكل الربا اللي هو أخذ العقد، لأن البعض كده بيظن ذلك الظن، يعني البعض بيسأل ساعات يقول لك أنا هاخد قرض ربوي بس مش هناكل بيه ولا نشرب، مش هندخله في البيت، ده كل في المسألة اللي هو هندخله في حيطان أو هندخله السيارة كما يقولون يعني. فعلى ذلك نقول لا، ده مجرد عقد الربا كده، مجرد حتى لو الإنسان كده بيتعاقد فيه بند ربوي. كل في بعض الأحيان لما بيشتري سلعة بالتقسيط بيبقى واضع كده بند ربو، في حال تأخير القسط يبقى 5% فائدة على ذلك التأخير، ده بند ربوي ممنوع أساسا إن أنا أعقد العقد وفي ذلك البند، إلا ونقوم بشطبه، يقول لك ده أنا يعني مضمون تماما مش هتأخر عن أي قسط. نقول مجرد إن إحنا نوافق على ذلك البند الربوي، مجرد إن إحنا نوافق على ذلك البند الربوي، حتى لو أمن الإنسان أنه يقع في ذلك.
عمل الإنسان، لا لماذا نقوم بالإمضاء والتوقيع على ذلك البند الربوي؟ لابد من شرطه في أي عقد من هذه العقود. قلنا لأن غالب العقود دائما كده في مسألة التقسيط بيقولون لو والله تأخر القسط يبقى على ذلك يبقى 5% فائدة، أو مبلغ تعويضي في بعض الأحيان كده يقول والله يعني والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، فعلى ذلك يحدد مبلغ تعويضي. ما هي قضية يعني تقول 5% فائدة، تقول لا مبلغ تعويضي، ما يجوزش أساسا إن احنا نأخذ فائدة أو مال زائد على تأخير الدين، على تأخير الدين شغلت الذمة بدين، فنقول والله لو أخر الدين ده هناخد حتى نقول حتى لو كان مجرد جنيه واحد، حتى نقول لك تعويض. والقاعدة الشرعية في بعض الأحيان يلبسوا الأمر، لو القاعدة الشرعية تقول أنه لا ضرر ولا ضرار، صحيح القاعدة الشرعية بتقول كده بس مش بتطبق في الحالة دي. الدين على ذلك لو تأخر الإنسان في سداد الدين ليس هناك فائدة توضع على ذلك الدين، مفيش مال زائد يوضع عليه حتى لو كان كم مال يسير، لأن ده دين انشغلت به الذمة يؤدى نقول بنفس الكم، يؤدى بنفس الكم. وبالتالي لو كان إنسان مثلا اقترض من آخر 100 جنيه نقول من 10 سنوات وبالتالي تلاعب به الشيطان، ثم بعد 10 سنوات تاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى، يا ترى يرد 100 كام؟ يردهم بنفس القيمة 100. نقول ما كان 100 القوة الشرعية بتاعتها من 10 سنوات غير القوة الشرعية بتاعت 100 جنيه في هذه السنوات. نقول طبعا حدث طفرة واسعة جدا في الأسعار والأثمان، فعلى ذلك نقول هو اقترض 100 يبقى يؤدي 100، يتوب يا ربي سبحانه وتعالى ويؤدي 100، ده المطلوب يؤدي 100. نقول لأنه يؤدي نفس القرض أساسا ويطلب طبعا العفو والصفح من صاحب ذلك الدين. فقال آكل الربا، قال حتى أي لو أخذه إن لم يأكل، إنما خص بالأكل أنه أعظم من نوع الانتفاع. وموكله، قال أي معطيه لمن يأخذه، وشاهده وكاتبه. قال الإمام النووي رحمه الله فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما، قال وبتحريم الإعانة على الباطل، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى على ذلك يبقى دي قاعدة، يبقى لابد من تثبيت هذه القاعدة في مسألة المعاملات، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى الشاهد كده الضامن، قلنا في بعض الأحيان بيبقى في الشركات والله بيبقى في قروض يقول لك أنا لا أتعامل مع الربا، وأنت ما تكونش ضامن أيضا في عقد من هذه العقود، يقول لك والله ده صديقي يعني ده صديقي، نقول لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. البعض يقول لك أنا مش بناخد الربا، بقى أنت ضامن يعني أنت ضامن وأنك موافق على ذلك العقد. والله تعالى كما يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى تحريم الإعانة على الباطل. ونقول هذه الآية، وبالتالي دايما لا تيسر لأهل المعصية المعصية، يبقى لا تيسر لأهل المعصية المعصية. نقول ممكن العمل أساسه يكون عمل مشروع، عمل مشروع، ولكن نقول يعني يا ترى ده نتاجه يبقى هيعين هذا الإنسان على المعصية، فلا تعين الآخر على معصية الله تبارك وتعالى، تنشي حد على معصية الرب سبحانه وتعالى، وإلا يبقى هذه القاعدة بتطبق. الله تعالى أمرنا نتعاون على الإثم على البر والتقوى، ونهانا نتعاون على الإثم والعدوان. لذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله في تصريح تحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما، ممنوع إن إحنا أساسا يعني نكتب ذلك الأمر، يعني نكتب الفوائد والقروض ده هي الإنسان ليها فائدة ممنوع. يبقى نقول وإلا هيقع تحت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه كما قال. يبقى ده كاتب، مجرد كاتب بس، يعني نقول لا شاهد العقد ولا هو أساسا يعني نقول ضامن ولا هو أساسا أخذه ولا كان وسيط في هذا العقد، مجرد اللي هو كتابة يعني هذه القروض الربوية وهذه كما يسمى الأرباح الربوية. يبقى دي كلها أساسا دخل تحت هذا اللعن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر باب آخر وباب في وضع الربا، قال باب في وضع الربا، ذكر رواية عن سليمان بن عمرو عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا إن كل ربا بالربا الجاهلية موضوع لا
لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا إن كل دم من دم الجاهلية موضوع، أول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليس فقتلته زيد. قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم 3 مرات. قال اللهم أشهد 3 مرات. يبقى وضع الربا كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى نقول على ذلك يبقى نقلع عن المعاملات الربوية، ولك رأس المال، لك رأس المال، لا أنت أساسا تظلم ولا تظلم الغير، ولا تظلم الغير. ولذلك قال فإن تبتم يبقى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذلك هنا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل ربا من ربا الجارية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى لو كان في معاملة خاطئة فعند ذلك إن وصل إليك الحكم يبقى نقول على ذلك تنتهي تماما من أخذ هذه الأموال الربوية، تنتهي تماما من أخذ هذه الأموال الربوية. ونقول ربا جارية سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، قلنا الربا ده أساسا ربا فضل كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل، يدا بيد ومثلا بمثل. يبقى فعلا مثل ما فيش ربا التفاضل، أقول والله ده تمر جيد وده تمر رديء، مثلا نقوله ده الكيلو من هذا التمر يساوي 2 كيلو من ذلك الآخر، إن كانت مبادلة من نفس الصنف يبقى لا يجوز فيها التفاضل. قلت ما احنا اساسا نقوله ما دي زي ده هي، يعني دي زي دي، ما احنا اساسا عشان نقوله ده ب 10 جنيه وده ب 5 جنيه الكيلو من ده بيساوي 2 كيلو مثلا من التمر الجاي، فاحنا بنبدل ده بده. يقول لك لا، الصوره كما وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بيع ده واقبض الثمن وبعدين اشتري ده. نقول طب ما النتيجه واحد في الاخر، في الاخر بعنا ده ب 10 واشتري ده ب 5، فأصبحت النتيجة الكيلو من ده ساوى 2 كيلو من ده. ده نقول ليس العبرة بالنتائج فقط ولكن بالوسائل الموصلة للنتائج. عشان كده دايما نقول ايه، الوسائل لها حكم المقاصد. اسمع كلام العلماء دايما يقولون ان الوسيلة لها حكم، ايضا الوسائل لها حكم المقاصد. المقصد مشروع لازم الوسيلة التي نصل بها الى ذلك المقصد لابد ايضا ان تكون وسيلة ايه مشروعة، لابد أن تكون وسيلة كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الوسيلة لازم تكون وسيلة أيضا مشروعة، على الرغم النتيجة واحد مش بالنظر للنتائج فقط، أيضا اللي هي الطريق اللي احنا نحقق ونصل به إلى النتيجة. فعلى ذلك يبقى وقالوا إنما البيع مثل الربا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو رأى أنهم كانوا يبادلون الصاع من التمر النجيب التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال لا تفعلوا في هذا بالدراهم ثم اشتري هذا بالدراهم. فلوم على الحل اهو، يبقى لما نزل كده كان بيبادلوا والله الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، صاعين من التمر الرديء. فعلى ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المخرج بيع هذا بالدراهم ويتم المعامله كده ويتم القبض المال اهو، بعد اشتري هذا بالدراهم، اشتري هذا بالدراهم. فليس العبره ان احنا ننظر الى النتائج متساويه، لكن الوسائل التي نحقق ونصل بها الى هذه الوسائل الى هذه النتائج. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كل ربا من ربا الجاهليه موضوع، لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الا ان كل دم من دم الجاهليه موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليس فقتلته زيد. قال اللهم هل بلغ؟ قالوا نعم 3 مرات. قال اللهم اشهد 3 مرات. إما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء إليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة للمرة القادمة. أكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
شركة، وهي دي الشركة في الأيام القادمة تحتوي بالمولد النبوي ويقومون بتوزيع الحلوى على الموظفين. فهم؟ يعني لو احنا أساسا نمتنع عن أغذية، ده الأفضل أساسا، نمتنع عن أغذية لأنها ده طعام عدة لمناسبة بدعية، يعني طعام أساسا عدة لإيه؟ يبقى زي ما بنقولوا مش الحرمة في الطعام، الطعام أساسا دي حلوى، حلوى، لكن هي أساسا دي لمناسبة بدعية، مناسبة بدعية، فعلى ذلك نبتعد عن ذلك الأمر، نشارك يبقى بالإنكار بالفعل، نشارك بالإنكار بالفعل لا نأخذ ذلك، إيه السبب؟ نقول يعني هذه مع إن ده طعام، ده طعام، فإحنا لو أخذناها يبقى كأننا إقرار، إقرار بصحة هذا الاحتفال. والاحتفالات كما يسمونها احتفالات دينية، طالما اسمها احتفالات دينية يبقى لها أساسا إيه؟ لها دليل من الكتاب أو السنة، لها دليل من الكتاب أو السنة. فإحنا بنبتعد عن ذلك الأمر. قلنا لأن ده طعام ما عد إلا لهذه البدعة، ما عد إلا هذه البدعة، فإحنا بنمتنع. لما في المولد النبوي كده بيفرقوا مثلا شربات، فعلى ذلك نقول شربات ده مشروب طيب، مشروب حلو، ولكن نقول هو أساسا بيفرقوه لهذه المناسبة، لهذه المناسبة، فإحنا بنبتعد أساسا مش لحرمة هذا الشيء، ولكن نقول لأنه ارتبط بمناسبة بدعية، ارتبط بمناسبة بدعية، فالإنكار فيه نقول دي بدعة، يعني إيه بدعة؟ يعني ولذلك النصارى مثلا لهم أطعمة في بعض المناسبات، أطعمة مخصوصة كده، زي مثلا عندنا مثلا يصنعون الكعك كده في رمضان، أو قلنا للأعياد يعني، فده طعام يعني نقول إن هو طعام إظهار البهجة والسرور، فعند النصارى مثلا لهم أطعمة برضك لها مناسبات عندهم دينية، فعلى ذلك يحرم كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن نطعم من هذه الأطعمة التي عدت أمثال هذه المناسبات الدينية، لأنها مناسبات باطلة. فكذلك أيضا يبقى الحلوى نقول حلال، حلال، لكن هي ارتباطها كان بالبدعة، وبالتالي يبقى طعام عد من أجل البدعة، يبقى احنا نبتعد عن ذلك الأمر. طالبة في كلية الطب من ضمن منهاج الدراسي النظر إلى عمل الرجال والنساء. علم هذه المادة من ضمن المادة التي سوف تأتي لها، والعلم أيضا لها بعض انتهاء من الدراسة الكلية سيتم منعها من العمل. يعني العلم أيضا لها بعض بعد الانتهاء من الدراسة الكلية سيتم منعها من العمل. يعني ده قرار يعني مسبق أساسا، قرار مسبق، لكن هو يعني إيه؟ حدود النظر دايما على قدر الحاجة والضرورة، حدود النظر على قدر الحاجة والضرورة، لأن طبعا يعني بيبقى في طبيب مسلم، طبيب مسلم، والله المرأة إن لم تجد في ذلك التخصص يعني امرأة مسلمة هتذهب للطبيب المسلم، لما بينظر بينظر بقدر الحاجة والضرورة، ينظر بقدر الحاجة والضرورة، يبقى مش نظرة متمحصة، ولكن نقول إيه يعني ما تكونش نظرة فيها تدقيق، لكن تكون عابرة، تكون عابرة، وتقدر الأمر بقدر الحاجة والضرورة. ثم سألهم إذا عن النعيم، حيث أنه كان كل ما نحن فيه بالنسبة لعصر الصحابة هو نعيم، والصحابة يعني هو أساسا تحاسب على ذلك النعيم إن لم تؤدي شكر النعم، إن لم تؤدي شكر النعم، فمن قال الحمد لله فعند ذلك فقد أدى شكر تلك النعمة. يبقى نقول يعني يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، أنعم علينا بنعم كثيرة، فأنت تقابل النعمة بالشكر، قابل النعمة بالشكر، ذكر الإنسان لهذه النعمة وشكر الإنسان رب سبحانه وتعالى تلك النعمة، يبقى ده أساسا نقول هو شكر النعمة. فيبقى ده كله بالنسبة لعصر الصحابة ونعيم. نقول الماء البارد ده نعيم، الطعام الطيب ده نعيم، الملبس أيضا نعيم، كله أساسا من باب النعيم، لكن على ذلك يبقى شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك، ويبقى من قال الحمد لله فقد شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك. يبقى اعرف نعمة الرب عليك وانت تؤدي شكر تلك النعمة، تؤدي شكر هذه النعمة، وإلا فالله تبارك وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى نقول لما أنا حنطعم الطعام حأقول في بداية بسم الله، أقول في نهاية الطعام الحمد لله، أتقوى بهذا الطعام، النية أتقوى بهذا الطعام على عبادة الرب سبحانه وتعالى، وطعامه مباح، ولكن في أساسا نقول عبادات إحنا بنؤديها حتى مع ذلك الطعام المباح، ولذلك كل من طيبات ما رزقناكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده طعام طيب، شراب طيب،
يبقى شكر رب سبحانه وتعالى على تلك النعم، أداء شكر النعم، أداء شكر النعم. وإلا فنقول ما الإسلام ده من أجل نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أجل نعم رب سبحانه وتعالى علينا الإسلام، وبالتالي فين شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك؟ يبقى أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، تعمل بطاعة الله، ولا تستعين يعني بنعم الرب عليك أو بعطايا الرب على معصية الرب سبحانه وتعالى. يبقى تستعينش بالطاعة بهذه الأطعمة أو الأشربة على معصية الرب سبحانه وتعالى، تستعين بها على طاعة الله عز وجل وعلى شكره. هل هناك دلالة على قبول العمل مثل انشراح الصدر بعد الصلاة إلا مشعر الإنسان يعني أو العبد بهذه الراحة دل هذا على عدم قلة؟ مفيش كده يعني. وإلا إن احنا هنقوله اللي بيطوف حول القبر كده يعني نقول بيطوف ويبكي بكاء شديد، يخرج بعد ذلك الطواف حول القبر تجد إن هو يحس، هو بيشعر كده يقول بسعادة غامرة. نقول النصراني اللي بيروح الكنيسة كده بيكفر برب سبحانه وتعالى، لكن يخرج كده وبيحس بسعادة وانشراح في صدره كما يقول يعني. هل ده دلالة؟ لا مش دلالة. يبقى نقول العمل عشان يبقى مقبول هنجد ان ايه يعني يستتبع ذلك طاعات اخرى، يستتبع ذلك طاعات اخرى. وبالتالي نقول ان الامر المطلوب انك انت تدقق في كيف نصل الى العمل بالصورة التامة الصحيحة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى رؤية القلب وإخلاص أساسا هذا العمل لله. يعني رؤية القلب زي ما أنا بنرى كيف هنجري ذلك العمل على الجوارح، كذلك النظر والتدقيق في القلب. يا ترى الوجه يعني لمن تتجه بذلك العمل، فلازم تراقب القلب وأن يكون العمل فعلا اتجه به الى ربي سبحانه وتعالى، اتجه به الى ربي سبحانه وتعالى. لكن نقول علامات، نقول على ذلك يبقى انك انت يعني تستتبع ذلك بالطعام، زي ما نقول والله التوبه النصوح، التوبه النصوح من علامات يعني صدق الانسان في توبته هو ان هو الاكثار من العمل الصالح، الاكثار من العمل الصالح. بس من اهم الاشياء في هذا الامر هو ان احنا اساسا يعني نخلص العمل لله تبارك وتعالى، وننظر بتدقيق إلى القلب بتدقيق. قلنا لأن العمل صحيح، لكن قبول العمل متوقف على إخلاص أو إقبال العبد بكليته على رب سبحانه وتعالى. هل يأخذ المسلم أجر المشي والصلاة إذا كان يحافظ على وضوءه قبل ما يصلي؟ ما هو أساسا من توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، فكل خطوة أساسا يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة. يبقى المطلوب أن أنا أخرج من بيتي وأنا متوضئ، أخرج من بيتي وأنا متوضئ. يبقى خرجت من بيتي متوضئ، النية فيها لم أخرج قلنا لشراء الحاجات، وبالتالي هنصلي يعني نقول بالمرة كده الظهر مثلا في المسجد أو العصر في المسجد، لا. يبقى أنا أخرج للصلاة، يبقى النية كده ما خرجت من بيتي وما أخرجت من بيتي إلا الصلاة، فأكون على وضوء. كان على وضوء يبقى إيه كل خطوة يرفع بها درجة ويحط عنه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الإخوة الذين يحملون القرآن ويقولون لأئمة المساجد أنتم تقرؤون القرآن بتكبير خطأ ومخارج غير صحيحة؟ والله لو كانوا يعني الأئمة بيقرأوا بصورة فيها تكبير خطأ أو مخارج غير صحيحة يروح يعلمه، يعني بدل ما هو أساسا يعني يشكره أو يوبخه يعني يذهب إلى تعليم الدين النصيحة، الدين النصيحة. لكن ما يقولوش النصيحة دي من باب التعالي، لأن في غالب الأحوال يكون من باب التعالي. ولو احنا جبنا الاخ اللي هو مجود تماما ده ونساله عن معنى الايه ممكن ما يعرفش، ممكن ما يعرف حفظ الفاظ بس، لكن فين المعاني؟ فين العمل؟ حتى نقول يعني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ايه في كتاب الله تبارك وتعالى، ايه في كتاب الله تبارك وتعالى. فيبقى ما يبقاش فيها نوع من انواع التوبيخ او التغليظ في القول، ولكن نقول يبقى نقول هو لو يعني حريص على قراءة صحيحة نقول علم ذلك الإمام، هو لم يعلم أن ذلك الأمر علمه، اقطع من وقتك ثم قم بتعليمه. ونقول على ذلك عشان تعلمه لازم يبقى فيه علاقة طيبة ما
ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فساعات الإنسان بيجي يتعلم مسألة، يبقى هو كل ما في الأمر إن هو بس ده أخطأ في كذا، ده هو يعني هنا طرى الغنة، هنا عمل كذا وكذا. نقول ده الإمامة شديدة. أنت كمأموم يبقى لا تضمر في قلبك إلا الدعاء للإمام أن يوفق، فعلى ذلك يبقى ننتبه دايما كده. بيقف إمامنا، نقول غير المأموم. نقول المأموم على ذلك، يعني ده نقول ده في أحيان كثيرة جدا لو نسى الإمام تجد إن المسجد كله مش فاكر هو جاب دي التالتة ولا الرابعة، ده نتيجة إن هو الكل في غفلة بيبقى سرحان. فنقول الإمام بيتحمل ذلك الأمر، وموقف الإمام ويقرأ من كتاب رب سبحانه وتعالى، من كلام رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك إحنا بندعو للإمام بالتوفيق والتسديد، يبقى المأموم. وإن الآن في بعض الأحيان لما بيقرأ الإمام بصورة إحنا عارفينها، وكأن البعض يتمنى أن يخطئ الإمام حتى يفتح الإمام، نقول دي نية فاسدة، يعني لا نتمنى أن يخطئ الإمام. يعني لو أخطأ بيخطئ في كلام الرب سبحانه وتعالى، يعني لو أخطأ الإمام نقول هيخطئ في كلام الرب سبحانه وتعالى. فلذلك إحنا بندعو الإمام دائما بالتوفيق والتسديد، وأن الله تبارك وتعالى يثبته. فلو أخطأ نقول في مخارج في كذا، على ذلك إحنا نعرف فين الموعظة، فين النصيحة، فين أداء النصيحة. ده واجب علينا أداء النصيحة، أدي النصيحة بصورة طيبة وبالعلاقات الطيبة، مفيش مانع أبدا. أما المساجد أنت تأتي له بهدية، ويعني نصلح العلاقة التي بيننا وبينه، ثم يكون النصح والإرشاد، ويكون الغيرة كده أن يكون في خطأ في يعني الأداء، خطأ يبقى غيرة كده، دي تدفعك إلى التقويم والتصحيح، فعناش إلى التوبيخ والزجر والاستطالة على خلق الله تبارك وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، كان يعني من ضمن تفسير جماعة من الجماعة، يبقى إن إبراهيم كان أمة، كان جماعة، يبقى ده يعني قول من الأقوال. وقال رسول الله يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القراءة دي سورة، هجران يعني معرفة المعاني، هجران العمل بالقرآن، ما ده هجران. ممكن الإنسان يكون حافظ لكتاب ربي سبحانه وتعالى ولا يعي المعاني، وممكن يكون حافظ الكلام ويعي المعاني ولكن لا يطبق. يبقى ده نقول القرآن ده أنت المطلوب أن تطبق ما ورد في كتاب الله تعالى وما أتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي احنا هنحاسب على أساسه عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقال رسول الله رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هجرش التلاوة بس، لا، ممكن ما هجرش التلاوة، ونقول يعني ما من ليل أو صباح إلا ويختم كتاب ربي سبحانه وتعالى، لكن هجر العمل بالقرآن، وده الإجرام بالعمل بالقرآن، يعني نقول يعني ده أمر بارز، مش محتاج إلى إيه، إلى يعني إبراز أكثر من ذلك. هل يجوز له أن يأكل هو آله من هذه الذبيحة؟ لو قال لله علي يعني مثلا شاف الله عز وجل مريدي أذبح شاة، يبقى على ذلك توزع بأكملها إلى على فقراء المسلمين، وتوزع بأكملها، يبقى يأكل من النذر لو استثنى ذلك. قال والله أنا بهذه المناسبة أنا لله علي نذر إن أنا يعني أذبح شاة لو شاف الله عز وجل مريدي أوسع بها على أهلي وعلى أقاربي وعلى الناس. لو قال كده يبقى يأكل منها، ما قالش كده يبقى كلها بأكملها تخرج للفقراء. يبقى لله علي نذر يعني أذبح شاة لو شاف الله عز وجل مريض، أو لو نجح الولد في الامتحان، يبقى خلاص كلها بلا استثناء كده تخرج للفقراء، في أحيان كثيرة لما بيقول الإنسان لا يا نذر، بيبقى فعلا يعني هو يعني بيعمل في ربي سبحانه وتعالى أن يشفي ذلك المريض، ولما يشفى المريض يبدأ يجادل بقى في النذر. أنا بقولك على واقع يعني، يبدأ يجادل، طب ما ينفعش كذا، يبدأ بقى يجادل. قبلها يعني نقول قلبه كان معلق برب سبحانه وتعالى، ويتمنى ويطمع في أن الله تعالى يعني يشفي له ذلك المريض، وبعد كده نجد هو يجادل بقى في النذر، النذر، وبالتالي نظرا لله تبارك وتعالى تخرج ذلك بأكمله لله عز وجل، ولا تطعم منه إلا إن استثنى أساسه.
قال أحدهم حرام علي شرب اللبن لمدة شهر، فهل هذا نذر أم يمين وكيف يكفر عنه؟ هو بيحرم عليه، حرم على نفسه إيه؟ اللبن لمدة شهر، مش كده؟ وتحلة اليمين دي إيه؟ تحلة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، مش كده؟ يبقى تحريم ما أحل الله عز وجل يبقى ده كده أساسا إيه؟ يبقى يمين، يكفر عن ذلك، يكفر يشرب اللبن، يكفر عن ذلك. و يعني ليه حرم على نفسه اللبن؟ ليه حرم على نفسه اللبن؟ كلمة الحرام دي ما تبقاش في اللسان يعني. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، هل مرتبة الصديقين أن كل من جاوز جاور الأنبياء صدقهم إن أبو بكر الصديق، أن تكون لسائر الأمة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديق ولا الصديقين؟ صدقوا في إيمانهم، صدق الإيمان يظهر في أعمالهم. الله تعالى كما قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى ده الصدق. الله تعالى قال عن الفقراء المهاجرين قال: أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. يبقى ده الذي صدق في إيمانه، يبقى وبالتالي قام بترجمة هذا الصدق في الإيمان عن طريق الأعمال. يبقى امتثل الأمر واجتنب النهي، بل نقول إن هو كان أبعد ما يكون عن يعني الشبهات، وكل ذلك يرقى حتى يصل إلى درجة الصديقية. فده صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن نقول يعني الصديقين يبقى كل سائر الأمة متى وصل إلى هذه المنزلة بالاجتهاد في العبادة. احنا صورة العبادة عندنا يعني نقول ايه العبادة، بنظن ان العبادة تتمثل في الشعائر التعبدية فقط. العبادة دي نقول كل في كل نواحي حياة الإنسان، يبقى انت عبد لله سبحانه وتعالى. يعني كما ذكرنا قبل ذلك، انت في الطعام تمارس العبودية ازاي، في الشراب تمارس العبودية ازاي، حتى في النوم، حتى في كذا، نقول كل حياتك تبقى عبادة لله تبارك وتعالى، مع طبعا هنا الرقي الإيماني وإخلاص ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. في عقود المقالات تم أخذ بند في آخر العقد في شرط جزاء على الطرفين عن تأخر عدم عن تأديب اتفقنا عليه بداخل العقد في حرمة. لا، بينظر ليه اللي هو أساسا شرط الجزاء بينظر فيه، وبالتالي من خلاله نقول يعني انه ممكن يكون شرط جزائي فيه اجحاف، فيه اجحاف، وعلى ذلك ما يترتب على ذلك فشرط جزائي، لانه ممكن اساسا لو تاخر نقول والله فيه مضره، فيه مضره، فيه خسائر تلحق هذه المؤسسه مثلا، فيبقى فيه شرط جزائي. قلنا لان اليوم التاخير نقول على ذلك هيسبب خسائر لهذه المؤسسه مثلا، فيبقى بينظر للامر يعني بينظر للامر ويكون شرط جزائي. قلنا يعني يعتبر غير لما يكون على شيء لا يترتب عليه امر، لا يترتب عليه يعني اي نوع. نقول والله في مساله السيارات مثلا يقول كده يعني مثلا شرط جزائي لو مثلا بيدفع مثلا ساعات مال مبلغ بسيط كده زهيد، يقول له خلاص شرى السياره دي انا هشتريها، كمان اسبوع هيجي ويخلص في السياره ويشتريها، فاما اتاش فعرف متعارف بينهم ان هو ده خلاص ايه لا يطلب ذلك المال، لانه بيضع مثلا 100 جنيه او غير ذلك يعني. فعلى ذلك ترى ما هو اساسا منعه من التصرف، منعه من التصرف في السياره، فعلى ذلك منع التصرف، وانه الا كان يعني هو خلاص امتنع عن بيعها بمجرد انك انت يعني قلت له والله امامي اسبوع واعطيته ذلك المبلغ، فده عرف جاري ما بينهم، عرف جاري، فعلى ذلك المبلغ ده لا يطالب، لانك انت اساسا سببت مضره هو عدم عرض السلعه للبيع كنتيجه عرضك للشراء، فده بينظر فيها يعني. يقوم بعض الناس بالذهاب الى بعض المناطق للدعوه والاعتكاف في احد المساجد بعض الايام، يقومون من هذا المسجد الخروج للدعوه، فما حكم هذا الفعل؟ حكم هذا الفعل هو بيتكلم طبعا على ايه؟ التبليغ، يعني بيتكلم على التبليغ. نقول يعني المطلوب ان احنا نخرج للناس للدعوه، لكن احنا اساسا نحدد ايام كل شهر 3 ايام مثلا، ده اساسا لا، ده ما
مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نقوم يعني نجوب المنطقة والمناطق البعيدة لدعوة الناس إلى ربي سبحانه وتعالى، ده أساسا ده أمر مطلوب من الإنسان، أمر مطلوب من الإنسان، بس تكون الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. لكن نقول إن احنا نحدد كل شهر 3 أيام مثلا وكده، نقول لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة أمر صحيح وأمر مطلوب. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني كما قال النبي، كما قال الله تبارك وتعالى. وبالتالي بقى احنا هنا مطالب انك انت تدعو الناس الى دين الله عز وجل، تدعو الناس الى توحيد الله عز وجل، تدعو الله، تدعو الناس الى توحيد. وما فيش مانع ان انت تصل الى هذه الاماكن اللي احنا نظن انها لم يصل اليها احد، او الاماكن الفقيره فقر ديني، فقيره بالفقر الديني، يبقى ده عمل طيب ان احنا نصل الى هذه الاماكن. ولكن نقول ان احنا ندعوهم الى توحيد الله تبارك وتعالى، ندعوهم الى توحيد الله تبارك وتعالى. بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.